أنا أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي إن شاء الله لمن يحتاج لي. من المقرر شرعا أن الإنسان لا يبيع ولا يهب إلا ما يملك. معروف أن الجسد الآدمي ملك لله تعالى. أنت ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد بس، وفي نفس الوقت أنت مش هتخسر حاجة، يعني الجسد ده هيفنى هينتهي هياكله الدود. هيمنة الفنانة المصرية إلهام شاهين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها في فيديو على إنستغرام تحرير توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة. أهلا بكم في هاشتاغات مع غالية. أنا أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي إن شاء الله لمن يحتاج لي. إلهام شاهين دعت في الفيديو أيضاً الجميع ليحذوا حذوها من أجل تخفيف الألم عن المحتاجين ومن أجل عالم أكثر إنسانية كما قالت. يعني إحنا كده بنعمل خير و بنبقى أكثر إنسانية مع بعض، بنخفف ألام الآخرين. يعني مفيش حد بيطول عمر حد، بالتأكيد العمر ده ليه وقت ومكتوب، لكن على الأقل بنخفف عنه الألم. رغم وجود قانون في مصر ينظم زرع الأعضاء البشرية لا يتجاوز عدد الذين عملوا توكيلاً رسمياً للتبرع بأعضائهم 15 شخصاً فقط في بلد يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، يعود ذلك إلى عدم انتشار ثقافة التبرع بين الناس ومخاوف البعض من مشروعيته دينياً، رغم أن أمين الفتوى في مصر أكد على أن التبرع في الدين جائز. هو من الصدقات وهو عمل من باب قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، لأن الحقيقة ده بيسعف كثير من المرضى. لكن الشرع يضع شروطاً للتبرع، منها أن تكون الوفاة حقيقية وليست موتاً كلينيكياً، وأن توجد هناك وصية بالتبرع من قبل المتوفي، وأن لا يكون التبرع بأعضاء تناسلية لمنع اختلاط الأنساب. أما من الناحية القانونية فقد حددت ضوابط لعملية التبرع بالأعضاء، أهمها أن تكون ضرورية للمحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وأن لا يكون الزرع من مصريين إلى أجانب، وأن لا يكون التبرع على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته.